شو لسه عم تفكري بضيفه وتصرفاته؟ في هدوء كتير كبير ما بيطمن. في مثل بيقول قرب عدوك منك بتفهم. جربي بلكي بتصيري بتفهمي ليش هيك عم يتصرف. يا دخيلك، كيف بدي اتقرب من شخص ما بطيقه ولا بقدر اتحمله؟ عندك حل تاني؟ تركيها للزمن بحل ألف حلال. ما بعرف ليش أنا ما كتير حابة فكرة إنه نقتل أصيل. ولا أنا، بس هذا قرار أمك وما منقدر نقول لا.